الناس ومروة في العروض تلقى تشجيع كبير من الناس وإعجاب كبير برشا، وخاصة في افتتاح مهرجان الكرم اللي كان من أحسن عروضنا. كذلك الزهرة، نشكر جمهور الزهرة على حبه الكبير ليا. شكرا برشا يا حنان. ما خاطر لازمني نشكر الناس اللي تحبني معنا، أتذكر في الزهرة فرحوا بيا برشا، كرم كيف كيف، في بومهل، في الصنعة، في حمام سوسة قمت بعرض حلو برشا. نفكر كانوا موجودين برشا إخوة من أشقاء من الجزائر، وبرشا فرنسيس وتوريست كانوا موجودين على البحر، ورغم ذلك قعدوا يسمعوا في الشهر في الأغاني العربية. كانت تجربة حلوة سنة في الصيف، والحمد لله عنا عرض إن شاء الله نهار واحد، نهار 1 سبتمبر في باب سويقة. فيرح هيك هي البارح، 1 سبتمبر البارح، بعد اليوم 2 سبتمبر، بعد اليوم أخذنا 3 سبتمبر. الغربة هي أغنية على الغربة، عاود حنان هي موسيقى قديمة فهمتني، عاود حنان رفعت عليها كلام وعاود غنيت ونشحت الحكاية فهمتني، بوتو حنان عاود تقول لك على كلام تو تقول لك الكلام عليه. فهمتش علاش يتغرب هو عطاني ميكرو. لا يا حاشم، واحد أول مرة في الأتلال الإذاعية على الإنترنت و سبق جديد يا سيدي، سبق جديد، وحتى حد ما سمع الأغنية هذي كان قناة تونس حنا بعد وقت يجي وصوروا في افتتاح مهرجان الكرم كان عنا الافتتاح. جابينا جابينا في غلطنا سنين، تونس العزيز علينا في القلب وفي العينين، تونس العزيز علينا في القلب وفي العينين. جابينا جابينا في حومتنا صغار، بالمدينة المدينة ونشتري مستدعي في برنامج نجوم يا كمول يا كمال سمك عنا بعشر رجال جاوب بيها اللي تجاوبنا لا 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 يا كمال سمك عنا بعشر رجال لا 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 تجاوبنا لا 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 عزدي البيجي بسامة سالم في برنامج راديو ياسمين نهار الأربعاء تشوف في رمضان إيميسيون في رمضان. عرفتني وأنا ماشي، عرفتني لبنات لبنات، سألت أنا من وين قالولي سألوا عليك.